تصريحات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن فيه عن مقترح جديد من الحكومة لربط الخريجين باحتياجات سوق العمل. إزاي بيتم ده؟ من خلال أنه ما بعد الثانوية العامة يتم عمل سنة تأسيسية أو تمهيدية قبل الالتحاق بالجامعة، عشان الطالب يلتحق بالتخصص اللي بيختاره وفق قدراته، بحيث أنه الطالب خلال السنة دي يدرس بعض المهارات عشان من خلالها يقدر يختار تخصصه الجامعي. مش فاهمين قوي، فعشان كده هنروح للأستاذ رفعت فياض مدير تحرير الأخبار والمشرف على قسم التعليم. برحب بحضرتك فندم، منور. أهلا بك أستاذ حسام، أهلا وسهلا، نورتنا. يعني هروح معك للتصريحات اللي احنا سمعناها ده، طبعا حضرتك اكيد حضرتك طلعت عليها، هل دي مقترحات ام مشروع قانون؟ ويعني ايه سنة تأسيسية او تمهيدية ما قبل الجامعة؟ لا فيه مقترحات محددة ست سام ولا مشروع قانون. لكن الدكتور ايمن عاشور عندما كان يتحدث امام لجنة التعليم في مجلس النواب قال إن أحد المسارات التي تدرس الآن التي تدرس الآن لكي نجعل هناك إقبال على الكليات العملية التطبيقية وبما يتفق حاجة سوق العمل، وإن الطلاب يلتحقوا في الكليات اللي يرغبوها فعلا وليس لمجرد المجموع والمكان المتاح ليه في الكلية، سواء هو يرغب في دراستها أو لا يرغب. أحد الاقتراحات هو ما يسمى بالسنة التأسيسية، وهي فكرتها ببساطة إن أنا ودي لابد يوافق عليها البرلمان وتوافق عليها الحكومة وتوافق عليها الأجهزة المعنية في الدولة، ويكون هناك حوار مجتمع أستاذ حسام عشان نوافق على هذه الفكرة، لأن دي معناها إن أنا بعمل سنة زيادة في التعليم الجامعي قبل دخول الجامعة. دي بعد الثانوية العامة، مش تبقى سنة إضافية. أصل في بعد بعض المواقع نشرت قالت إنه ده لا خالص. ده سنة رابعة، وفي ناس قالت لا ده بعد الثانوية، دي سنة تمهيدي قبل الجامعة. أقربها لحضرتك كأنها سنة إعدادي في الكليات المختلفة. والله إذا الطالب اجتاز هذه السنة وأثبت أنه قادر على دراسة التخصص أهلا وسهلا يكمل، ما كانش يعني بأسسه في السنة دي، ما كانش يروح إلى كلية أخرى. في وجهة نظر ثانية مقترحة من قبل بعض الخبراء أن تكون السنة التأسيسية دي لمجموعات متشابهة من الكليات المختلفة، بمعنى سنة تأسيسية لدراسة المواد المؤهلة لدخول قطاع كليات مثلا، وسنة تأسيسية لدخول كليات الإنسانية. فإذا اجتاز الطالب السنة التأسيسية دي في الخاصة بقطاع كليات الطب، بكليات الطب اللي هي تشمل طب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، هنا يبدأ الطالب بناء على مجموعه في الثانوية العامة. أقول له والله أنت أثبتت جدارتك في دخول كلية الطب أو الالتحاق بكلية الصيدلة أو طب أسنان، إذا لم ينجح أو يجتاز هذه السنة التأسيسية لقطاع كليات الطب يبدأ يتجه إلى دراسة سنة تأسيسية أخرى في قطاع كليات أخرى ثانية. فهنا القرار مش سهل، والتقبل المجتمعي له بالسهل وتقبل الطلاب له بالسهل، عشان كده هي أفكار بتطرح بأعقاب ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أشار إلى أزمة الخريجين في الكليات النظرية زي التجارة والأداب والحقوق والتربية والخدمة الاجتماعية. احنا عندنا أعداد ضخمة جدا في الكليات دي، ومن الخريجين ليس العمل في حاجة إليهم، لدرجة أستاذ حسام أصبح إجمالي من يلتحقون بالكليات النظرية من خريج الثانوية العامة يقترب من 70% من مجمل طلاب الثانوية العامة. تقول لي النسبة دي كبيرة جدا، أقول لك لأن بعد إذا فشل الطالب في الالتحاق بكليات
ما يطلق عليها كليات القمة زي الطب والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي وخلافه، يبدأ يتجه إلى الالتحاق بالكليات النظرية حتى ولو كان حاصلا على الثانوية العامة علم علوم أو علم رياضة، يلتحق بكلية التجارة ويلتحق بكلية الآداب ويلتحق. مفهوم. الكليات النظرية ليست هي قاصرة على طلاب القسم الأدبي. مفهوم. يعني بس اللي فهمته كحضرتك ده مجرد في النهاية يعني مفيش رأي قاطع بشأن السنة التأسيسية، ده كانت مجرد اقتراحات. ده من ضمن المسارات التي تدرس الآن. قد ننجح في إقناع الرأي العام بها وموافقة الدول عليها وقد لا يكون. مفهوم. أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم، شكرا جزيلا.